يقول حددت قطعة أرض وذهبت إلى شركة لتشتريها وتبيعها علي، هل ذلك جائز؟ هذا غير جائز، لأن الشركة ما يجوز تبيع شيء إلا بعد أن تملكه وتقبضه قبضا تاما ثم تبيعه. أما أنك تحددها أنت لها وتروحي وتشتريها، هي ما شرتها تملكها، شرتها لك على حسابك أنت، ما شرتها لتتملكها، وإنما اشترتها لك أن تسلم الثمن بدلا عنك قرض وتسترده بزيادة، هذا ربا ما يجوز. أول أنه بيع ما لا يملكون، وثانيا أنه ربا، أنها تسلم عنك مبلغ وتأخذ أكثر منه. نعم. أما لو أن الشركة أو غير الشركة اشترت أراضي أو سيارات أو سلع وقبضتها وحازتها عندها، ومن جاء يريد الشراء باعوا عليه بثمن حال أو بثمن مؤجل، فلا بأس بذلك. نعم.